احذر أن تكسر قلب إنسان أضعف منك، ليس له ناصر عليك إلا الله. احذر أن تعرض نفسك إلى إنسان ليس بينك وبينه إلا رفع كف فيقول يا رب أنا ضعيف فخذ حقي منه. احذر أن ترفع عليك أكف مظلوم ولا مظلومة، خاصة النساء. احذري من فتنة أو بهتان أو كذب أو افتراء أو إشاعة. اليوم في فضايح، يفرح بعض الناس في تويتر هاشتاقات فضيحة فلان فضيحة فلانة ويطيرون بها. يا جماعة اتقوا الله، هذا إجرام.